دلوقتي تعالوا نتابع اهم الاخبار اللي هتحصل النهارده، ونتابع ايضا اهم المباريات اللي هتتلعب في اطار الجوله 22 من بطوله الدوري الانجليزي لكره القدم. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيوقع المجلس العربي للمياه مذكرة تفاهم مع شبكة خبراء المياه العرب التابعة لمجلس وزراء المياه العرب تحت مظلة جامعة الدول العربية للتعاون في مجال تنفيذ استراتيجية الأمن المائي العربي. المذكرة بتأتي في إطار دور المجلس التفاعلي لتحسين الإدارة المتكاملة للمياه بكافة الدول العربية والحفاظ على الأمن المائي العربي ومواجهة سرقات المياه العربية وتوسيع الأنشطة المشتركة من خلال برامج ومشاريع ومبادرات في مجال الإدارة المتكاملة المستدامة للمياه وفي مجال بناء القدرات. النهاردة هتشهد هيئة النيابة الإدارية فعاليات توقيع بروتوكول تعميم تجربة التصويت الإلكتروني على كافة الجهات والهيئات الشبابية والرياضية. النهاردة هتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى رحيل البابا كيرلس الرابع الملقب بأبو الإصلاح 161، وحيث يعتبر صاحب سيرة متميزة في تاريخ الكنيسة القبطية، وامتاز البابا كيرلس الرابع بالحكمة والرصانة الروحانية والمحبة للجميع. النهاردة العشاء الكرة الإنجليزية موعدهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 22 من عمر المسابقة. هيلتقي مانشستر سيتي مع بيرنلي الساعة 9:30، في نفس التوقيت هيلتقي توتنهام مع برنتفورد. في العاشرة والربع ليلاً هيلتقي ليفربول مع تشيلسي. النهاردة العشاء الكرة الأسيوية موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار دور 16 من بطولة كأس أسيا. هيلتقي منتخب البحرين مع منتخب اليابان الساعة 1:30 الظهر. الساعة 6 بالليل هيلتقي منتخب سوريا مع منتخب إيران.